comme ça, tu gères. Et une bonne continuation. Continue comme ça. Merci. Bonne année. Bonne année. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو نقول؟ هذه حلوة مذاق حلو فرحت بزاف نتلو بزاف جاو جورناليست بزاف صحفية كلشي قلبي سخنوني قلبي يبديني الهضرة كلشي مأدب كلشي الهضرة نيشان عجبتني بزاف وشكرا عليكم اللي جيتي الله يكرمك هذا واجب سي بو غانم كي داز الكونفينمون مع بو غانم الكونفينمون ديالي كاز فيك لا غوميز اون كيستيون اكزيستونسيال كنت شوية بديني أول كنت شوية تريست كنت شوية الغيرة كل إنسان في الغيرة غيرة بعد شوية فقد راسي بديني دار شي سيمانة قلت لا سي بروفيتار باش ندرب قوام ونعمل كل شيء الشغل في الرياضة ديالي اللي ما عندي شي شوية عندي شي حاجة ناقصة خصني نزيد لها رجعت صحيح على اللي كنت قبل ديك الكونفينمون ديك الكونفينمون صححني تبارك الله كتجيني بحال اللي بقات قدامي كاين اللي قدامي المرايه كتشوف فيه راسي بقيت مشغول مع راسي وشويه لايف مع الدراري بديت نخلق الدراري كنعمل لهم شويه ديك الكونفينمون فيديو لايف في انستغرام ستيوم يا كاريلا تبارك الله سي غانم هذا سؤال مهم شنو عطاتك طيرون شنو عطاتك بلجيكا وشنو عطاتك المغرب المغرب عطات لي الحياه ما نحلقش لما كان يجي الولي ديالي مغاربه انا مغاربه سميتوش تبارك الله من الثانية على المغرب اللي كان لعب في المغرب كان لعب على الرايه في المغرب كنشوف حمار في الرايه تبارك الله كنشوف حمار تبارك الله كتعاوني بلجيكا كبرت هنايا كبرت الصغر ديالي لقيت هنايا 17 عام فهمتيني بلجيكا اللي كتعرف قالت لي شي حاجه الهوى الاول ديالي من هنايا نقول شكرا لبلجيكا عاود هذا تايلاند حاجه اخرى تايلاند كانت شويه صعيبه في الاول حاجه قليله هاد راي اخرى فكرة اخرى ثقافة اخرى تخميمة وثقافة كلشي كلشي حاجة جديدة فهمتيني تبارك الله الجديد ديال بوغان الجديد المغاربة الصالة في البوكس اللي هنا كتشوف فيها هنايا الصالة هادي اللي عملتها في بروسيل عندنا واحد الجيم عندنا واحد الجيم في البوكس في تايلاند سنين كنتعلم هنايا الدراري الصغار الشعب ديالنا مغربي وكون دولة بلجيكية مرحبا بهم الاصل ديالك هذا الصالة ديالي تبارك الله ابو غانم شنو السر ديال الناس اللي كيبغيوك المغاربة كيشوفوك هذا الاحترام هذا وهذا الحب هذا التقدير في المغرب انا كنمثل مدينه السيده قاسم وقنيطره راه عندهم واحد الحب ديال يوسف راه ما كيتصورش المغاربه اون جينيرال شنو هو السر؟ انا ما نقول لك كنحس راسي انا ولد الشعب فهمتيني كنجي للمغرب كناكل البيصار كناكل فهمتيني كناكل ديك البيصار راه من البارح البيصار عندك شي بقى تمشي ناكله ودي يا اخي تعلمت على البيصار اليوتيوب قال لك صلاح باش انا في تايلاند ما كايناش ما كنعرفش نعدلها قال لي صلاح قال لي عمل قال لي عدل واحد الكوك ما كنعرفوش مسكين ولد مزيان فهمتني شويه حر في الهضره حق فهمتني قلبه مزيان قال لي ضرب كوكينغ بايساره في فيسبوك في يوتيوب ما تفكرتهاش غير عامله دخل الطين قال عند البايصار ان شاء الله عطينا ثلاثه الغبار اللي تنصح بهم الشباب الرياضي اللي في المغرب ثلاثه ديال الغبار هذا الغبار شلوا لي البايصار وي الثانيه خصك تاكل شطون 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 هذا اللي ديجا طلع وي شطون والثالثه يقول لك الثالثه الحيره ما وي ماشي الشوربة ماشي الشوربة زهرية زهرية شي حاجة المغربية ولكن عندك واحد عندك شي حاجة سحرية ديالك اللي ضروري خصك من بعد لونتريمون كنشرب الماء ما نكذبش عليك الماء الله تبارك الله يعني يوسف بو غانم طبيعي مغربي مغربي ضروري مغربي عاود دابا انا كنت هنايا كنت كنمشي نلعب في تايلاند كان لهم باسبور ديالي كان عندي مغربي كان عندي بلجيكي كانوا لي الرايات بلد بلجيكا انا ما حسبش داك الشيء يعني كنت شفت الدراري بزاف واقفين عليا مغاربه واقفين عليا بزاف كان اكثر من مغاربه اصلا مغاربه واقفين معايا ويوسف راه احسن اسامي وانا فرحان كان فرح خوتي فرحان كان فرح راسي اللي كان فرح حتى كنربح ماشي كنربح بوحدي كنربح خوتي كيربحوا معايا الناس الشعب كيربحوا معايا الناس اللي
شي حاجه مهمه عطيني شي حاجه مهمه ولا زيد اخر كلمه اخر كلمه شنو نقول لك الله يزيد الله يزيد على الدوله ديالنا الله يزيد على جميع المسلمين الله هو اكبر وشنو نقول لك فيفا المغرب وفيفا سيدنا ديالنا في المغرب الله يكبر بيك شكرا شويه شكرا على هيبا بريس قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا